عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنسيش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الجميله سمرة يحيى، ورساله منها الاول ان عقلك المغناطيس، يعني اللي انت بتجلبه لنفسك. اذا كنت دايما بتفكر في الرحمه فهتنجلب ليك الرحمه، بتفكر في السعاده هتنجلب ليك السعاده، بتفكر في الحزن والتعاسه فهينقلب ليك الحزن والتعاسه، بتفكر في الرضا فالرضا هيجي لك. ودي حقيقه وانا بؤيدها فيها، الانسان هو اللي بيجلب لنفسه ايه الطريق او بيغذي عقله بالطريق اللي المفروض يمشي فيه. اذا كنت انت دايما بتقول لنفسك الرضا 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 فهتلاقي نفسك راضي، اذا انت بتقول لنفسك السعاده فهتلاقي نفسك سعيد، اذا انت دايما رحيم باللي حواليك وفي قلبك الرحمه فهتلاقي الرحمه، وهكذا. وقيس على كده في اي حاجه، اذا انت سلمت نفسك للافكار والطاقه السلبيه فهتلاقي نفسك في افكار وطاقه سلبيه وحزن. احنا اللي بنصنع لنفسنا الاجواء اللي احنا بنعيش فيها كله، مهما كان الناس هتقول لي سامعيني دلوقتي انت بتتكلمي وخلاص، ولكن لما يقابل الانسان مشكله فاكيد هيزعل، اكيد هيزعل، ولكن لازم ان الانسان ولا بد ان الانسان يدعم نفسه بالرضا والصبر دائما وابدا. ولما الانسان يغذي عقله ونفسه بالكلام ده فهينعكس عليه ان شاء الله. ومش بس وكده، هي كمان وحفيظة ورياض بن عمر هما متجهين في طريقهم الى السفر وفي المطار، ورايحين فين ومسافرين فين هما كده مع بعض. هل دي المفاجأة اللي قالت عليها حفيظة؟ يعني مفاجأة كبيرة جدا جدا، ومفاجأة يعني محدش هتحبس الانفاس. هل هي دي المفاجأة؟ هل هي دي المناسبة اللي كانوا بيحتفلوا بالأميرة سمارة فيها ولا ايه بالظبط؟ ولكن الاكيد انه هما رايحين القسطنطينية، المكان او منشأ حفيظة، علشان خاطر مطعم هيروحوا في مطعم. واضح ان المطعم ده افتتاح، وحفيظة حتى من كام يوم يعني بتروج للناس ان هما يروحوا يقابلوها هناك، ناس القسطنطينية اللي كانوا عايزين يشوفوها. وكمان قالت لهم انا مش هاجي وايدي فاضية، ومعاها سمارة ورياض بن عمر، وكلهم هيروحوا افتتاح او احتفال المطعم ده، وعلشان يقابلوا الناس كلها. طبعا ظهرت حفيظة وسمارة كمان بإطلالة جميلة جدا ورقيقة، وفي طريقها سمارة قابلت بنت وغنت، وطبعا سمارة دعمتها. بالتوفيق ليهم يا رب العالمين، وربنا يسعد قلوبنا جميعا يا رب. وكمان حفيظة قالت ان السفر فيه 7 فوائد مهما كان عليك من ضغوطات، وهي طبعا عندها حق في الكلام ده. ربنا يسعد قلوبنا جميعا يا رب، ويعدي محنا جميعا على خير. وشوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.